اهلا فيكم بنات، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. اليوم باذن الله راح يكون الفيديو فلوج يوم كامل، روتيني يومي كامل في رمضان من ابدا لين انهى، راح اصوركم كل التفاصيل. بس قبل ما نبدا الروتين مع بعض، خلوني اقولكم ان اليوم الفيديو تبادل او تعاون مع قناه كثير احبها، قناه بنت اماراتيه اسمها اي ار فلوجز. فيديوهاتها تنزل يوميات طبخات، قناتها جدا منوعه حلوه، انصحكم روحوا شوفوها، بحط لكم رابط قناتها في صندوق الوصف، روحوا شوفوا روتينها في رمضان. يلا خلونا نبدا فيديو اليوم. اول شيء سويت روتين الصباحي نفس ما شفتوا، رتبت سريري، غسلت وجهي، استخدمت الغسول اللي بشرتي انا، غسول بشره دهنيه، اخذت طبعا بوصفه طبيه. لو حابين تاخذون اي غسول انصحكم تاخذونه من طبيبكم الخاص للبشره. هذا الغسول اللي استخدمته، واستخدمت معه فرشاه فوريو، بس حطيت شويه من الغسول ونظفت بشرتي تنظيف كذا سريع، ما حبيت اشد عليها مره لان بشرتي نظيفه ومسويت لها روتين مسائي امس. بعد كذا راح احط على بشرتي موية الورد هذه، حط على كامل البشرة. موية الورد ما يحتاج اتكلم لكم عن فوائدها، مرة تريح البشرة، جدا جدا احبها بالذات في فصل الصيف. بس اخليها شوي كده تشربها بشرتي. بعد كذا راح احط الكريم اللي استخدمه، كريم الترطيب اليومي. راح استخدم المنتج هذا، هذا الكريم المرطب المفضل عندي ببانثين. اول شيء جدا ترطيبه حلو، خالي من الكورتيزون او اي مواد ضاره ما لها داعي، جدا لطيف على البشره. ثاني شيء سعره مره حلو، فانصحكم تشترون منه. برطب وجهي وبعد كذا نبدا يومنا باذن الله. راح البس اليوم الجلابيه هذه، اخذتها من القريه الشعبيه، ترى مره حلوه وخامتها جدا ناعمه، تصلح للبيت للشغل وشكلها بعد رمضاني وحلو. ما ادري اذا حبيتوها، واعتقد تذكرونها يعني شريناها مع بعض، صورت لكم مشترياتي برحلة رحله القريه. خلص واقرا قران شويه، بعد كذا راح السوبر ماركت، عندي لسته مو كثيره شويه، انا واقصه البيت بجيبها، ويلا اشوفكم بعدين. يا بنات طلعت كيسة مطبق، كيسة سبرينج رول، كيسة سمبوسة، كلها طبعا مفرزنات انا مسويتها، وغالبا راح تلاقون الفيديوهات في القناة. وطلعت كيستين حمسات كرشنا او حمسة ما ادري ايش تسمونها، طلعت كيسين، كيس لحم وكيس دجاج. الحمسات هذول واحدة بخليها للشربة، واحدة بخليها ما ادري ايش بستخدمها له، واحدة بخليها للحم. الدجاج بسوي فيه ممكن ايدام هندي او اي شيء، واحدة من الحمسات مع اللحم بس فيها ما ادري شربة او دجاج، يعني بشوف ايش بسوي، للحين ما قررت، بس بخليهم كذا يفكون وياخذون راحتهم. الحين يا بنات جيت لأحلى فقرة عندي، فقرة اني اسوي سويت او سناك خفيف. شوفوا حنا مو يوميا نسوي شيء حالي في رمضان، ممكن مرة في الاسبوع، مرة كل 3 ايام، غالبا نميل للاشياء الصحية. بس اليوم ان شاء الله ناوي اسوي معكم البراونيز، وانا كثير احب البراونيز واهلي يموتون في البراونيز بالذات اللي اسوي انا، واوريكم طريقته مره سهله. ويلا اوريكم المقادير. المقادير اللي راح نحتاجها كرتون يكون اللي يبيعون، يعني شفتوا زي الشركه هذه او شركه بيتي كروكر او اي شركه متوفره عندكم، المهم انها تكون خليط نفسه للبراونيز، اكيد في له طرق ثانيه بس انا احب كذا. راح نحتاج 3 بيضات، 2 كوب زيت، وشوية موية. شوفوا نفس كذا حطيت يعني العلبة هذه معيار، لأنه مفروض 45 ملي موية، يعني اللي يجي كذا 5 ملاعق بس. تخلطونها كلها مع بعض بدون أي بروتوكولات، لا تخلطون زيت وزبدة مع بعض ولا زيت وبيض، عرفت السواليف هذه في الحلويات، لا
كلها مع بعض ومع المويه وتخلطونهم، بعد كده تنزلون الدقيق حق البراونيز الكرتون هذا كله كامل وبس. شو بختصر عليكم وعلى نفسي، بخلط الاشياء هذه كلها وارجع لكم. بنات شو خلطتهم مع بعض، يعني والله ما خذ مني دقيقه، على طول الحين بنزل الدقيق معهم، ولا تحطوه بالتدريج ولا بالطول ولا بالعرض، بس خصبوا الكيس كله كامل وبس، خلطوه وحطوه في الفرن على طول على الصينيه على الفرن. ما استخدمت العجانه صراحه، ما بتطلع لي مواعيد كثيره، بيختصر على نفسي. شوفوا خلطته كذا بسرعه، ما اخذ مني ولا دقيقه. المهم اذا جيتوا تستخدمون صينيه لازم تكون نفس كذا حجمها بالنسبه للكميه هذه، كميتنا هذه يبغالها صينيه زي كذا، مو كبيره كثير وتكون مربعه بالضبط. هذا صينية براونيز على العموم، بصبها واحطها في الفرن وخلاص. كيف شكلها قبل ما ادخلها؟ مره ريحتها تجنن، ريحتها شوكليت كذا، تحسون حتى لما تقربوا منها تحسون تطلع منها كذا بروده، كيف ما ادري. المهم اي خليط كيك بتلاقونه، خليط يعني براونيز، بتلاقون في انواع كثيره. انا هذا اللي استخدمته دارك، في اتوقع ب تشوكوفيج وفي اشياء كثيره. المهم انه هذا اللي اخذته انا، اللي هو دارك شوكليت وبس. بس كذا راح اخليها 20 دقيقه 30 اول ما تستوي راح اوريكم اياها. شوفوا البراوني يا بنات صار جاهز وما شاء الله تبارك الرحمن ريحته، يا الله ما اقولكم تفهمون. الكيك او المخبوزات اللي تفوح في البيت كله صراحه فوحت في البيت كله. المهم اني الحين انا راح ارتبها في البوكس هذا، هذا بوكس، هذا الكفر واللي تحت هذا البوكس حقه اخذته من شي ان، بركبه واوريكم كيف شكله كيف راح ارتبه فيه. شوفوا يا بنات البوكس خلص ركبته، هذا اللي راح احط فيه البراوني نفس ما انتم شايفين، وهذا الكفر الغطاء حقه. مرة حبيت حبيت شكله. البوكس هذا اخذته من شي ان، والله ما اذكر سعره كم بس مش كثير، 13-15، وجا يمكن 5 أو 6 بوكسات نفس كذا. راح ناكلها إلا الليل وبيها تظل ندية ورطبة وما تكون كذا نشفت. بس نفس الشيء خلوها تبرد، أنا خليتها تبرد والحين رتبتها هنا وبكمل بقية وارجع لكم. بس والله يا بنات كذا خلصت الفطور، خلصت السويت، خلصت من بدري السويت، بس قلت لازم أحطه يبرد وأحطه في البوكسات عشان كذا أكون خلصت مرة واحدة. شوفوا كيف شكل البوكسات، مرة حلو. طلع لي 3 بوكسات، كل بوكس فيه 4 حبات يعني 12 حبة. مرة حلو، مرة حبيت حبيت طريقة البوكس، حبيت انه حجم البراوني ناسب البوكس. انا صراحة ما كنت متوقع انه بيناسب، توقعت البراوني بيجي اكبر، بس مرة حبيت. ونفس ما قلت لكم البوكسات من شي ان شكله مرة حلو نظيف وذرب، تقدرون تسوونها هدية لاي احد، مثلا راح تفطرون عند احد تاخذونه في العيد تسوونه، تسوين هالبوكسات تعطينها اهل زوجك اهلك جيرانك، زوجك ياخذها للعمل. تقدرون تستخدمون البوكسات هذه في اشياء كثيره مو بس السويت. اتخيل بعد لو تحطون مني ساندويتش ترصونها كذا، افكار كثيره حلوه. بس لا تقولون مره حلو وعجبني واحس اني كذا فلتة، احس اني ذكيه وسويت سويت مره حلو. واكتبوا لي تحت اذا انتم انبهرتوا بعد وعجبكم ولا لا. يلا كمل يومنا. الشاور اخذه بعد ما اخلص الفطور واطبخ واخلص، بعد كذا اخذ شاور ومنها اتجهز لصلاه التراويح. يعني لما افطر المغرب اصلي المغرب اجلس كذا ما عندي شيء اسويه، بس استرخي اشرب قهوه، لما يجي صلاه التراويح الا اكون جاهزه لابسه ماخذه شاور كل اموري تمام. خلوني اوريكم المنتجات اللي راح استخدمها الحين. اول منتج راح استخدمه القلم هذا الحواجب مع جل الحواجب، هذه اكثر قطعتين احب استخدمها، احب استخدمها لحواجبي. ما احب ان حواجبي تكون مش مرتبه او ما يكون او اكون احط فيها شيء ثقيل. القلم هذا مره خفيف خفيف كانكم مش حاطين شيء، جدا شكل طبيعي. راح استخدم الجل، هو نفس الجل على نفس، يعني تقدرون انكم تستخدمونه بالحال لو حابين. راح استخدم تنت، التنت ما راح اكثر لانه لونه واضح، هذا هو اخذته اتوقع من شيء معكم قبل فتره، خلص بس تشوفونه. خذيت نفس البوكس فيه يمكن 6 أو 8 حبات نفس كذا. بعد كذا راح احط الروج هذا من ماك، هذا الروج كانكم مش حاطين الروج، عرفتوا اللي تحسون ترطيب، بس الدرجه هذه مره حلوه اسمها ميهر،
احط منها طبطبة، عرفتوا؟ شوية بس مش كثير. راح استخدم العطر هذا، احسه يليق اكثر للمسجد، ما راح اكثر. بعد زائد انه انا بروح المسجد بسيارتي الخاصة، يعني راح اركب مع سايق ولا راح امر على رجال، وغالبا الريحة ما راح تفوح، فهمتوا؟ قبل ما اطلع باذن الله التراويح راح البس لبس سبور. انا في التراويح احب اخذ لبس سبور عشان لو خلصت تراويح وحبيت امشي او شيء يكون كذا جاهز لبس سبور. جربوا هالحركة، اطلعوا من البيت وانتوا لابسين لبس سبور، سواء بتروحوا مسجد او مول، كذا راح يخليكم نشيطين وكذا اكتف اكثر. ويلا اشوفكم بعدين. بس كذا بنات سفرتنا صارت جاهزة، الحين جاء دور وقت المفضل، بسوي لي قهوة. هذه الماكينة اللي غالبا استخدمها، عندي اكثر من ماكينة في البيت بس هذه جدا سريعة واحبها بعد الفطور. وهذا الحليب اللي استخدمه، حليب نادك. ويلا اول شيء بسخن الحليب. طبعا الماكينة هذه عشان تسخن الحليب لازم تعقمونها اول باول، عطوا عقموها في نفس الوقت. راح استخدم الكبسولة هذه من ستاربكس اسمها فيرونا. جاهزة وجاء وقت اللي اروق بعد الفطور والتعب، ونفس الشيء اخذ طاقة بقية اليوم. بس لبس السبور هذا اخذته من بنك، قطعتين تجي مع بعض. تقدرون انتم تلبسون قطعه يعني فهمتوا، يعني القطعه اللي فوق اقدر البسها مع اي شيء، ليجنز ابيض اسود ساده، والقطعه السفليه اقدر البس معها تيشيرت او كم طويل عادي. انتم تقدرون تبدلون، هذه ميزه الطقم احس كذا تقدرون تبدلون فيها. المهم اني الحين راح البسه وراح اروح المسجد بيه.